سلام يا أمه، هل سلام. جاءت ليلى؟ نعم، ذهبت مع أبيك لبيت عمك. الحمد لله. اذهب أنت أيضا. لا أبدا، ليلى موجودة فأنا مطمئن. هناك 100 تومان. أريد الذهاب إلى ديزاشيب يا سيد. لوحدك؟ نعم. سلام. سلام يا ابنتي العزيزة. جئت لتذهب لبيت العم رحمن؟ في أيام إجازتي هذه سنحت لي الفرصة كي أفكر بأشياء. لا، بل إنها خطرت على بالي. فكم من الأعمال التي كنت قد أجلتها. هذا جيد، ومن الواجب زيارة العم رحمن. طبعا أعلم أننا سنذهب هناك ونجلس ثم نتحدث في زاوية ثم ننظر إلى بعضنا بعض. يا أبي، لقد ابتعدتما عن بعض حتى نسيتما طبيعة بعضكما. أتريد أن تقولي أنا السبب؟ أبي العزيز، التقصير لا يكون من جانب واحد. عنده لسان أنظم من الشفرة. بل إنه حساس كالطفل، ولكي يخفي أحاسيسه تصبح طبيعته حادة. قال القدماء إن العقل أفضل شيء لدى الإنسان. سلمت يداك يا سيد كريم، تعني إننا لسنا بشراً. طيب، لا بأس. ليس ذلك ما أقصد، إنك ملاك، ملاك. هل غرق سفنك؟ لقد أخذتك الأفكار. لا شيء يا أمي، هكذا فقط أخذتني الأفكار. لست الإنسان الذي يفكر بلا سبب معقول. في الحقيقة كنت أفكر بكريم وعائلته. وهل حدث لهم حادث؟ كلا، هكذا خطروا على بالي. إن شاء الله خير. هل ترغبين أن نذهب الآن لزيارتهم؟ الأم ترغب دائما بزيارة أولادها، ولكن هذا يا أمي، أنا اقترحت ذلك عليك. من يكون هذا؟ من؟ سلام يا ابنتي الحلوة، تفضل. لقد جاء أحبائي. لقى القدماء، ما ذكرناهم حتى جاءوا. سرانم که گرز دست برایت دست به کاری زدم که بوس سرم. بعد كل ما كان بيننا لم أكن أتصور أن نخطر نحن الفقراء على بالكم. نحسن للفقراء دائما يا عمي. سلمت يداك. لم أكلمك يا أميرتي، كنت مع البطل السيد كريم.
بأمر السيد كريم جئنا لزيارتكم يا عمي العزيز. يا قطعة ملح سلمت يداك يا عمي. أرأيت يا جدتي، أصبحت قطعة ملح ومالحة جدا جدا. أرأيت يا أمي، بعد قرن ذكرني أخي فزلب معه ضابط بوليس. وقد أتينا لإلقاء القبض عليك. نحن نذكرك دائما يا أخي، وأنت مجافي لنا دائما. تمد يدك كي لا تسقط يا بطل. عمي العزيز، نحن ندعو لك ليل نهار ونفكر بك دائما. أظن أن هواء الغرفة أصبح ثقيلا. عمي لا تتكلم عن الهواء، فنحن لا نريد الكلام عن الهواء. أنا لا أمزح يا ابنتي، أنا لم آتي لأتكلم عن برودة وحرارة الهواء يا أخي، أريد أن ندخل في صلب الموضوع مباشرة. لا يوجد بيننا ما تقوله يا أخي البطل. كلامي هو كلام الوالدة أيضا. إلى متى ستبقى إلى جواري؟ حتى أموت. لا سمح الله يا جدتي، فديتك بنفسي. لا سمح الله، وهل غير ذلك؟ جدتي أقسم عليك أن لا تزعجي نفسك. يا أخي تعال ولو لمرة واحدة نتكلم بدون أن يزعج أحدنا الآخر. أنا أيضا أريد أن أكلمك. كلامك أمر. لماذا لا تسمع أوامر الدكتور؟ أوامر الدكتور؟ أي دكتور؟ ألم يأمرك الدكتور بأخذ أشعة؟ فديته بنفسي. ماذا جرى لولدي وذهب للدكتور؟ اسألي منه يا أمي. أبي العزيز لا تهول الأمر، إما أن تكون مريضا أو لا، وإما أن يكون الدكتور قد أمرك بأخذ أشعة أو لم يأمر، يجب أن تتخذ قرارك. ومن قال لك هذا الكلام؟ هذا ليس مهما يا سيد كريم، أجب على سؤالي. كريم لما لا تفكر بنفسك كي لا يحصل لك سوء؟ كريم بالله عليك. أبي العزيز الآن وقد لقد جئت هنا لأتكلم معك فسبقتني. عندما ذهبت إلى الدكتور وعالجت نفسك، عندها أكون دائما إلى جنبك وتقول ما تشاء وأنا سأسمع كلامك دائما. حسنا، إذا كان الموضوع يحل بهذا الشكل فسأذهب غدا وأخذ الشعة. أيدك الله، وعندها سآتي لعندك وأجلس أمامك وأسمع كل ما تريد. وهذا شايك يا آنسة ليلى. حاضر يا عمي، سأحضر لك بدل فنجان 10. قد وقفت ثانية تنظر إلي. وهل في ذلك بأس؟ كل عمل لا بأس به يجب أن نؤديه. تنحى جانبا لأطوي الشراشف. أهكذا تستمعين لما يجول في خواطر الناس؟ وهل يصعب عليك البوح به؟ وهل فهمت ذلك؟ وماذا فهمت؟ لا تكوني هكذا، قولي. وماذا أقول؟ وهل أعلم الغيب؟ تريدين إزعاجي؟ إذا قلت لي لماذا اشتريت تلك الزهرية قد أفهم قصدك وأقول. بل إنه تقصيري، أتيت لأكلمك. رضا عود يا رضا، أريد أن أكلمك. ماذا جرى لهذا الولد؟ لا شيء يا أمه. يوجد شيء تخفيانه وأنتم الأثنان عني. ألا تعرفين أخلاق رضا؟ يفقد أعصابه لأتفه سبب. إنه شاب وكل الشباب هكذا. تفضلي، إنه قد ندم ورجع. مرحبا. أتيت لوحدك؟ أوصلني سناء. ادخلي.
سيأتي ليأخذني بعد ساعة. ادخلي. غدا لدي امتحان في دروس الأدب ولم أدرس شيئاً. أسفة للإزعاج. ما هذا الكلام؟ طبعاً أعلم أنني لن أتعلم خلال ساعة أو اثنتين وسأخذ وقتك بدون سبب. لا تفكري هكذا أبداً. لا عمل لدي الآن. لقد فرحت لمجيئك. تعالي. كفى يا بني، أصبحت نظيفة. تعال هيا، تعال يا بني، اتركه. الأجرة، الأجرة. لا أملك عملة صغيرة أبدا. هات عملة ورقية. نعم. تنحى جانب. لقد قبل أخيراً والآن ارتاح بالي. أعني بالنا جميعاً. ستتأخر عن المدرسة. ماذا سيكون غداؤنا؟ مرق سبزي يا سيدي. انتبه لألا يحترق. حاضر يا سيدي. أكثر الليمون الجاف في المرق. على عيني، وماذا بعد؟ ثم ضعي طوباً على غطاء القدر لتتهدر المرق. حاضر. وهل أتحدث عن الوردة الحمراء؟ لا تتحرشي بي. وأنت تحرشت بي. رضا، كنت أمزح معك. ستتأخر عن المدرسة. لقد كلفني ذلك الحادث ثمنا باهظا، بحيث أصبحت أعي الأمور بصورة أوضح، وكذلك غيرت نظرتي إلى الآخرين. إذا كانت حادثة كهذه تنبه الإنسان فإنها تستحق التحمل. لقد فتحت عيني وكذلك أذني، فأنا أفهم الآن كلام الخال بشكل أفضل. هل تسخر مني يا رزبة؟ ولماذا أسخر منك؟ لأن حادثة كهذه لا تقلب حياة الإنسان رأسا على عقب. ولكنني تغيرت تماما، أصبحت أعتقد أنه ليس من المفروض أن يبحث الإنسان عن المشاكل، بل يكفي أن ينتبه لئلا تأتيه المشاكل بالعشرات. ولهذا السبب أريد أن أقول لك يا صديقي العزيز، انتبه لنفسك ولا تلح كثيرا على الخال.
إذا كان من المقرر أن تجرى مسابقة فإن الخال سيقوم باللازم. لست مطمئنا. كن مطمئنا ولا تجلب المشاكل لنفسك، وإذا كانت عندك مشاكل مع البعض فاسعى لحلها، فلا يوجد أحد يساعدك بإخلاص. اعتمد على نفسك. تفضل يا علي. شكرا. هل فهمت شيئاً؟ لا يا أمي، يجب أن يراها أخصائي. أليس معها شيء؟ نعم نعم، طب بالطبع يوجد شيء بالظرف هنا. ماذا كتب فيه؟ بالإنجليزية لم أفهم. تعنين أنك وبعد كل هذه الدراسة لا تعرفين معنى كلمتين بالإنجليزية؟ يا عزيزتي، هذه مصطلحات طبية، فكيف أفهمها؟ إلى أين تذهبين؟ أذهب لأرى كيف سأفهم هذه الكلمات. السلام عليك يا سيدتي. وعليك السلام يا عزيزتي، تفضلي ادخلي. شكرا. اعذريني للمزاحمة. ما هذا الكلام، كيف حال الوالدة؟ تبلغكم السلام. ليلى في البيت؟ نعم في البيت. في الحقيقة لم أكن أريد المجيء هذا اليوم، ولكن لفرحتي لم أستطع الصبر. ليلى يا عزيزتي، هو ماذا حدث لتفرحي هكذا؟ لقد أخذت درجة عالية في الأدب. سلام. أهلا بدميتي القديمة. أهلا وسهلا. درجتي في الأدب جاءت عالية، لا تعلم كم أنا فرحة. الحمد لله، كنت متأكدة، فذاكرتك ممتازة. ادخلي. أتريدين ترجمة شيء؟ انتهيت منه. أقول إن أردت مساعدة فخلي منصور يستطيع ترجمتها. أتعنين إنه يعرف الإنجليزية؟ جيد، إذا كان في البلد ثلاثة أشخاص ممتازون بالإنجليزية فأحدهم خالي منصور. يا لسعادته،
لا تعرفين يا ليلى، جميع البعثات إلى خارج البلد يوكلونها إليه بأعلى التكاليف، أحسن الفنادق والمخصصات المالية، ومع ذلك يرفض أحياناً السفر. فقبل وقت قريب أرادوا منه سفر أسبوعين إلى لندن، فقال ليس لديه وقت. وماذا يعمل خالك؟ ألا تعرفين؟ لا، اعتقدت أني أخبرتك بأن خالي مدير تحرير الأخبار الخارجية لصحيفة وعضو هيئة التحرير فيها وصحفي خاص لإجراء اللقاءات مع مسؤولين الدول وكاتب أيضا، يكتب قصصا عاطفية تحرق قلب الحجر. هل يعلم أنك تأتين عندي للمذاكرة؟ نعم قلت له ذلك. هل قلت أنك ستأتين عندي اليوم؟ هكذا تكون الورق السبز، يا لها من رائحة. السلام عليك. سلام. مئة مرة قلت لك لا تأكل بهذه الطريقة. عفوا، كيف حال المهندس؟ هل بخير ورضا؟ سينا بخير؟ الجميع بخير، وكيف حالك أنت يا سيد رضا؟ شكرا جزيلا. ألا تتنحى جانبا عن طريقنا؟ عفوا. لقد تعبت كثيرا. إذا واجهتك مشاكل فتعالي. شكرا. بلغي تحياتي للأهل. حسن، مع السلامة. مع السلامة. أين سرح فكرك؟ السلام. سلام. رأيت الخبز حارا فاشتريت اثنتين. ولماذا اشتريت من هذا النوع؟ هيا خذي يا أمي. اللهم حفظك يا رب. حسناً جداً يا أخي، حسناً جداً. بعد استعراض قصة حياتي، ماذا تريد مني الآن؟ قل لي، ماذا تريد؟ أتعني أنك لم تفهم بعد؟ أفهم؟ ماذا أفهم؟ نعم، أنا وأنت وأختنا كنا صغاراً عند وفاة الوالد. زوجتي وطفلي توفي أثناء الولادة، ولكن يا كريم هذا الموضوع ليس جديداً ولا يحتاج إلى الكلام. أريد في آخر عمري ولو إنه وقت متأخر أن أجازيك على محبتك. حسناً قلتها بنفسك يا أخي، لقد تأخر الوقت. ثم ما الذي يمكنك أن تفعله ولا أستطيع أنا؟ أريد أن أساعدك لتستقر حياتك. أليست الآن مستقرة؟ لا تغلط نفسك يا أخي، التعامل مع حفنة من الأطفال. أرجوك انتبه لكلامك جيداً. إنني أحترم عملك كمدرب رياضي، ولكن الحاج حسن باع اللبن كان مدرباً أيضاً، وقد درب مصارعين مشهورين، وكنت شديد الثقة به فجعلته يدربني أنا. والحاج حسن مع أنه كان رياضياً كانت له زوجة وأطفال، أولاده كانوا أبطالاً مشهورين، والآن أحفاده أيضاً. إن كنت تعرف ذلك فلماذا لا تقول لنفسك؟ لماذا لا تفسح المجال لرضا؟ رضا؟ هل شكى إليك مني؟ شكى؟ لا حاجة لذلك، فأنا أرى كل شيء. إن رضا ولد شقي جدا، يتصور أن الشمس له تشرق. أريد أن يكون إنسانا. نعم، أنا كنت بطلا في يوم ما،
أما الآن فماذا؟ في هذه السن؟ إنني في هذه السن أعمل سائقاً لزميل أيام شبابي. أتعتقد أن هذا بسبب الرياضة؟ لنعود إلى موضوعنا. في الحقيقة وقتي ضيق جداً. طريقة حياتك لا تعجبني. نعم أعرف ذلك. يلفها الصمت مثل شجرة جافة. ما يسعدني هو امتلاكي لثلث النادي الرياضي. أريدك أن تساعدني لأقطع غلاف وحدتك. لقد فاتني القطار. لقد تأخرت في التفكير. لقد وفيت بما وعدت ولقد وعدتني. حسنا سلمت الأمر إليك. لماذا لا تقل هيا وأرني شطارتك؟ إذن أنت تسلك طريق الخطأ. كلا أبدا ليس كذلك. حاولت جاهدا العمل بنصائحك فلم أفلح، لأن رضا لم يكن وحده، حتى المدرب عاندني. دائما توجد حلول متعددة. إن كلامك يدل على أني إنسان عديم الإرادة. إذا لا تنزعج مني فإني أقول نعم. مشكلتك الكبرى هي أنك لا تستطيع اتخاذ القرار. أعمالك ترتكز على ربما لكن وإذا، يجب أن تقرر وتصمم. كلا يا خالي كلامك ليس صحيحا. ألم يكن المقرر تذهب إلى رضا وتحل المشكلة حتى إن كان بالضرب والشجار أو بالتي هي أحسن أن يكون بلون واحد؟ حسنا لم أجد الفرصة. هذا مبرر غير مقبول. ماذا تعني؟ يعني أنك أردت الذهاب ولكن لم تجد الفرصة المناسبة. لقد ذهبت بالفعل ولكني خفت أن يرانا أبوه ونحن نتشاجر ويضرب أحدنا الآخر. وهذا أيضا مبرر آخر. قد يأتي أبوه، قد تأتي أمه، قد تأتي أخته. إنك تقول بأني لا أتمكن. أريد أن أقول لك دعي ربما ولكن وإذا وغيرها. صمم أن تعمل شيئا ونفذ. أنا كذلك ولكن لا يتحقق. كن جادا في تحقيقه. وكيف ذلك؟ ألست منزعجة منه؟ ها؟ ملا. إذن صفي حسابك معه. فليس هذا بالعمل العجيب والغريب. اسمع، إن هذا الشعور الذي تحمله اتجاه رضا هو شعور واضح لك ولو أنه ليس إيجابيا. هذا الشعور يؤذي الإنسان ويجعله مريضا، ويجب عليك أن تخلص نفسك من هذا الشعور. إنك تقف بعيدا وتقول تحرك. هل تريد أن أخذك لبيت رضا وعائلته؟ حقا أنك تتكلم. أنا جاد تماما. سأقف بعيدا حيث لا يستطيع رؤيتي. إن وقوفي إلى جانبك ربما يقوي عزيمتك ويشجع. أنا لا أريد أن أدخل في صناعة مع رضا. لكنك بهذه الصورة تؤذي نفسك كثيرا. إني أؤيد كلامك ولكن لا أريد أن أقوم بعمل متهور. اذهب واصفعه، ضمه إلي وقبله، قل له أنا خادمك، تعال واجلس ونصفي حسابنا معك كرجلين. اصرخ في وجهه، قل له أنت لا شيء، أنت تتوهم. إذا تعتقد بأنك شخصية ما فأنا أدعوك لمسابقة فردية، نذهب لوحدنا فقط وجها لوجه لنرى من الأحسن. سارة تقول بأنك منطوي على نفسك، دائما تجلس في زاوية من غرفتك. أنت يجب أن تخلص نفسك من هذه الحالة. أعرف بأن رضا ليس شريرا ولكني لا أدري متى وأين وكيف أصبحتما عدوين لدودين. يجب أن تعثر على منشئها. إنكما تستحقان أن تكونا صديقين، ويجب عليك أن تفهم هذا. السلام عليك. سلام. هل انتهى عقابك لي على جريمة قولي بأن الصداقة معاملة؟ أي عقاب؟ كنت مشوش البال في وقتها. كنت أعرف أنك لم تكن على بعضك. اسمع، الليلة أريد أن أصفي حسابي مع رضا. وماذا فعل رضا؟ لا يمكن التوضيح، ولكن هناك خلاف بيننا. دعه يا ولد، رضا ولد طيب. وأنا أريد أن أثبت ذلك. السبب هو أنانيتك يا سينا. كلا، أحس إن هناك شيئاً ما بيني وبين رضا، وهذا الشيء لا ينحل إلا بالقوة. وما شأني؟ ألا تأتي أن تشاهدنا؟ أتي لأشاهدكما تتخاصمان. ليس خصاماً، على الأقل ليس الليلة.
أنا أريد أن أجد شخصاً يشهد حوارنا. حسناً، ولكن لا أخبر أمي. هل تغلبت على التقنية؟ ليس بعد. سلام، هذا أنت؟ ادخل. سلام، أريد أن أتحدث معك. وماذا تريد؟ أخرج أولا. سلام يا معلمي، كيف حالك؟ سلام. ما الذي جرى؟ لقد أتيت لأشاهد كيف تتبارزان. نتبارز؟ تكلم بجدية ولا تستهزئ. ولكن أمهلوني لأسأل عن أحوالكم. لا تمزح. سينا يريد أن يصفي حسابه معك وليس له وقت للمزاح. علي أنت فقط. حسناً جداً، أنا شاهد فقط. سكوت. اسمع رضا، قلت للسيد ناصري 3 مرات وللخال 30 مرة وللطلاب 300 مرة أن نجري مباراة مع فريقكم. حسناً وأنا موافق، ماذا بعد؟ عمك فهو الذي يعرقل أجزاء المباراة. كل هذا صحيح، ما القصد؟ الحقيقة هو أن أوضح لك بأنك لا تختلف عني أبداً. ما عليك إلا أن تقول إنه ليس شيئاً. علي أرجوك. أنا لم أتفاخر مطلقاً. ليس قولاً بل عملك يا رضا. إن كنت تظن ذلك فأنا أعتذر. هذا هو أسلوبك، عندما تجدني لوحدي تتواضع ولكن وسط الجماعة لا تتواضع. يوجد شاهد على كلامي، أتيت به؟ تسخر مني؟ أعتذر إليك. لا يا أخي، لن تحقق شيئاً بهذه الاعتذارات. إذن ماذا أفعل لتقتنع؟ قل لي. أقول أنا. اسكت أنت. الأفضل أن تدخلا حلبة الملاكمة حتى يبرد غيظكما. هل أنت موافق؟ هل ادعيت قوة العضلات؟ اسمع، أنا مستعد أن أكتب ورقة أقول فيها بأنك متفوق علي. وهذا أيضا نوع من التفاخر. حسنا جدا، حضر فريقك لنجري مسابقة فيما بيننا. لقد عرفت ماذا تقصد. ما كان يجب أن تهزأ بي. ماذا؟ عندما تقول عرفت قصدك فإنه يعني اخرس. إذن أنت تتكلم بدون تفكير. أنت شاهد أم فضولي؟ الاثنان شاهد وفضولي. أتريد أن نجري مسابقة بيننا؟ لوحدنا؟ لشوطين، كل واحد 20 دقيقة. أوافق بشرط. أي شرط تضعه أنت فأني موافق عليه. تحضر شاهدين ليحكما. أوافق، متى؟ غدا الجمعة. أين؟ في إحدى الملاعب. غدا في 10:00 في المكان الذي تريد. هنا؟ نعم. حسن اذهب وناديه. لماذا لم تذهب أنت؟ بن. عفوا، هل أتابك موجود؟ أتابك ليس هنا. وأنتم أيضاً اذهبوا لأعمالكم، دعوا الولد يدرس. أبوه متوتر الأعصاب، ماذا سنفعل؟ لا أدري. أنا بحاجة إلى شاهدين. تعال معي. ماذا تريد أن تفعل؟ لا عليك، تعال. مرحبا يا سيد أردانا، أنا علي قاسمي، لقد جئت بدفتر أتابك. سأتي حالا. سيأتي الآن ليأخذه، ماذا أقول له؟ وما أدراني، أنت فعلتها فأجف بنفسك. حسنا، عندما يأتي أهرب أنت. أهرب؟ أين هربت يا سينا؟ أين تذهب يا سينا؟ عد سريعا، لقد وعدته أن أعطيه الدفتر الليلة. لقد أخذ دفتر أتابك وهرب. إني أعتذر يا سيد أردانا، هل من الممكن أن تقول لي أتابك بأني
أحضرت الدفتر يا أتابك، ولكن سينا خطفه وهرب، أعتقد أنه بحاجة إليه الليلة. حسناً حسناً، لا بأس عليك، اذهب أنت وأنا سأخذه أنا منه. إذن لم يعد عندها. اذهب أنت وأقرأ دروسك. حاضر يا أبي. لماذا واقف؟ حاضر حاضر، مع السلامة. قلت لك اذهب وحضر دروسك. لا نتيجة، لنذهب إلى روزبه. قلت له أن يتصل هاتفيا، وأنا الشاهد الثاني، فلا نحتاج إلى روزبه. اركب لنذهب. بك، بأسلوبك، بإبداعك. لا وحياة بهرام، أتكلم بجد، عجيب أمرك. اسمع، أنا لا أمزح معك. أعطيته إياه أمس. نعم، لا، اتصل بي قبلك. رأيه إنها قصة جيدة، كان له نفس شعوري. إيه يا رجل، هل تظن أمزح معك؟ إنني أتكلم بجد. نعم، اطمئن يا عزيزي، لقد قلت لك. والآن لا تضطرب، لا تضطرب، غدا سيأخذه إلى مؤسسة الإرشاد. أها يا صديقي، حاضر، سأخبرك في وقته وسأطبعها لك. ها، أتمنى ذلك. نعم نعم، على كل حال إنه عمل حديث، ويمكننا أن نقول إنه نادر. يا صديقي يتكلم بجد، عجبا. حاضر حاضر، لا تقلق، سأتابع ذلك بنفسي. اسمع يا بهرام، سلم لي كثيرا على زوجتك، وقبل طفلك نيابة عني. فديتك. حاضر، اطمئن. لا، لم أمزح معك. حاضر، مع السلامة. مع السلامة. عجيبة. هل جاء علي وأتابك؟ سلام، لم يأتي بعد. سلام، ولكن كان من المقرر أن يأتي. السلام عليكم. أين أتابك؟ كاد أبوه أن يقضي علي، ولم أجد روزبه. حسنا، لنبدأ. كما تشاء. هل تعلم أن روزبه مختف؟ لماذا روزبه؟ الشيخ الذي دهسه روزبه لم يتنازل، وقد استدعته المحكمة فخاف وأطلق ساقيه للريح وهرب، فاستدعوا أباه الذي ضمنه، وهم الآن يبحثون عن روزبه فلا يجدوه، يريدون إلقاء القبض على أبيه ليسلم نفسه. بدأت باختلاق القصة ثانية. سلام. سلام. أنا حاضر يا رضا. وأنا مستعد. يجب أن أراك، أقسم عليك، أرجوك أتابك، تعال، إني أتصل من الشارع قرب بيتكم، إني أنتظرك.
تظن من تكون حتى تفخر بنفسك؟ أنا لست فخورا بنفسي. وماذا لديك لتفخر به؟ لا شيء، العب. قل النتيجة. النتيجة لصالحك. لسنا أصدقاء، أصحيح؟ ولسنا أعداء. لسنا أعداء، ولكن لا نحب بعضنا. ليس كثيرا وليس قليلا. لماذا لا تقول ما في قلبك بصراحة؟ أتتصور ماذا سيحدث لو كنت أنت الذي سبب الحادث؟ هل تفهم الكلام أم لا؟ قلت لك 100 مرة لم أتكلم بهذا الموضوع لأي شخص، حتى لقاسم الذي هو صديق الحميم. أنا سأفوز يا بطل. سيتبين ذلك في النهاية. لنرى ماذا سيحدث. الشوط الثاني. أنت يا ولد، ساعدني يا أتابك، أنا لم أكل شيئا منذ أمس. روزبه، اذهب وسلم نفسك ليطلقوا سراح أبيك. إني خائف من السجن، مرعوب من ذكره. وأي سجن يا عزيزي روزبه؟ إنك لم تقتل أحدا. ولكن العجوز لن يتنازل. اسمع يا روزبه، إن لم تذهب فأبوك سيبقى، وإن ذهبت فأنا أعدك أنه سيطلق سراحك بضمانة إلى يوم المحاكمة. هذا ما أخاف منه، المحاكمة. ألا تخجل يا ولد، ورطت أبوك ورميته في السجن؟ اعذرني يا سيد أردانا، لقد أخطأت. من العار عليك أن تخطئ، منذ أن قبضوا على أبيك شريكي توقف العمل في المعمل. سأذهب الآن وسلم نفسي. اليوم هو الجمعة، وأنت خرجت بحجة شراء حاجة لترى صديقك روزبه. لا يا أبي، لا، رأيته صدفة يا أبي. إذن اذهب. حاضر يا أبي.